صلاح سامي وهداف الفريق في هذه المسابقة. الدفاعي يبدأ أول هجمة للرفاع وأقرب إلى إيمانويل، يبعد الكرة ولكن ليس إلى بعيد، تصل إلى أحمد حسان، سيطرة جيدة، الكرة إلى رمي التماس، هجوم رفاع يستمر، لمسة جميلة من حسين سلمان وعوض راغب مهاجم الرفاع لم يتمكن من السيطرة على الكرة. رمي التماس لمصلحة الرفاع، إذن الرفاع ومحاولات صالح يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، تصل إلى عبد الله ذيب، الهجوم الرفاعي يستمر، مرور فرصة هدف للرفاع وتدخل. جمال يفقد الكرة الجهة اليسرى، الآن محاولة اللحاق بالكرة من جانب حسين سلمان، دفاع قلالي يبعد هذه الكرة. تعادل بدون أهداف. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البحرين، عبد الله ذيب أنشط لاعبي الرفاع، يمر الآن، يمر من إيمانويل، يدخل منطقة الجزاء، يحصل ذيب. بلا شك صفقات رابحة عقدها فريق الرفاع في فترة الانتقالات، تمكن من التعاقد مع عبد الله ذيب وعوض راغب وحسين سلمان، دعم بهم صفوف الفريق، هذه بالتأكيد إضافة لفريق رفاع، هذا الفريق حسين سلمان دعم بهم صفوف الفريق، هذه بالتأكيد إضافة لفريق رفاع، هذا الفريق العريق، فريق الذي امتعنا يقوده مدرب طبعا قدير وكبير وخبير هو الذي انتقل للجهة اليمنى، أحمد حسان أقرب إلى إيمانويل وعدنان عيسى يسيطر، ربما جيدة ولكن ربما نشاهد فرصة خطيرة الآن، عوض راغب والمراقبة من إيمانويل، سقوط ولا خطأ، إيمانويل تغطية ممتازة، إذا دفاع قلالي، لاعبي قلالي، لأن ثلاثة من اللاعبين اتجهوا نفس الاتجاه على الكرة، ربما الوحيد كان شيد لكن استفاد من رمي التماس إيمانويل. هدف للرفاع من منذ الدقيقة، على أنه لا نية لهذا المدرب الرجوع للدفاع، بالتأكيد لا مجال رجوع للدفاع لأن فريق الرفاع بكل المقاييس هو الأقوى. إيمانويل النيجيري، عيد الهاجر، رفاع هذه الهجمة باتجاه عبد الله ذيب، وإيمانويل يقرأ هذه الكرة، تغطية ممتازة، يحمي الكرة، دفاع ممتاز، والرفاع لم يستفد من التحول الهجومي أو الارتداد الهجومي، الهجمة المرتدة ضاعت على الرفاع. جونسون بهدفين، سجل أحدهما عوض راغب. وحمد راكع كان ذاك أمام الحالة، اتجه لمنطقة الوسط، إيمانويل يلعب كرة أمامية، جونسون، مرات قليلة ذكرت اسم جونسون اللاعب نيجيري، هو موجود في المركز رقم 14 وطبعا يليه قلالي في المركز رقم 15 وهو الآخر، أيضا لعب 15 مواجهات، فاز في ثنتين، لم يتعادل، خسر ثمان، لا 10 وعلى 4 في جهة شمال للطلاقة من السيد علي موسى، لكن في الأخير التغطية حاضرة، ترجع في الخلف إيمانويل النيجيري، طويلة ينقلها إيمانويل. 19 فريق، 10 فرق تبقى في الدوري الدرجة الأولى، وتسعة تذهب إلى دوري الدرجة الثانية، والكل يبي يكون مع العشرة الكبار، الكل يبحث عن عشرة الكبار، الكل يبي تواجد في دوري كأس مع نادي المالكية. هنا التقدم من جهة اليمين، البحث عن العرضية، العرضية موجودة لكن أيضا أما بالنسبة لقلال فبدايته كانت بخسارة أمام نجمة بهدفين مقابل هدف، رغم أنه هو كان متقدم، الآن يحاول مرور لكن محمد مدحت عامل التغطية والمراقبة موجودة، ترجع خلف الأمام بشكل سريع، بعد ذلك البحث عن التمرير، محاولة الآن عن طريق اللاعب بدران، كرة داخل منطقة الجزاء، محاولة تسديد الأخيرة اللي عمل فيها، لكن بعد ذلك التوقل عن طريق محمد غلاف وسددها وراحت إلى ركلة، اضطراري أول بخروج قائد فريق جمال مرعي ودخول حسين أحمد حبيب، كورة الأولى اضطرارية يستعين فيها المدرب عبد المنعم. متعة كرة القدم خاصة
اذا في بعض المباريات لما تكون الاهداف متواجده تكون اكيد تعطي المباراه نوعا ما اكثر حماسه، وخاصه اللي يعمل بشكل رائع في جهه الشمال، محاوله جمال فقير يحاول فيها لكن بعد ذلك التغطيه في الاخير بين حارس المرمى ان ارضيه ملعب. وهنا الكره الاخيره اللي اصيب فيها جمال فقير، واتمنى جمال فقير قائد الفريق الاتفاقي ان يرجع بالسلامه، وبالفعل هو يقوم في هذه الكره. المنتصف الان تمريره للخلف باتجاه اللاعب ايمان ويل، لكن شاهد معاي ولاحظ معاي ان لاعبي الاتفاق جاسم محمد. تلاحظ معاي ان لاعبي الاتفاق يضغطون على لاعبي قلالي حتى في ماني وايضا جونسون. كره في جهه الشمال، البحث عن التمرير لكن ايضا تغطيه حاضره وصافره حكم المباراه ايضا متواجده، خطا على اللاعب النيجيري. طبعا قبل هذه المباراه الامور متساويه تماما من جانب الفريقين، ليس على مستوى النقاط وليس على الاهداف اللي سجلوها بل الاهداف اللي تلقته كلا جمال فقير. الكره معاه ينقلها بدوره في المنتصف، محاوله تمريرات قصيره حاضره لكن ايضا في الاخير ايمان ويل يبعدها الى رميه تماس. مع نادي النجمه، محاوله كرة العرضية الآن لكن يكسب منها ركنية، ويا كثر الركنيات للاتفاق، لكن هل يستغل الاتفاق هذه الركنية ويحط الهدف الأول ويسجل قصة الهدف الأول في هذه المباراة وقصة هز الشباك اللي حتى الآن غير حاضرة في المباراة؟ تأتي الركنية الآن اتفاقية، لكن هنا شاهد التسديدة الأخيرة أيضا من البدران اللي سددها يسارية. تمريره للاتفاق اماميه الان لكن ايمان ويل ايضا موجود، ترجع للاتفاق في غير اللاعب المغربي ينقلها داخل منطقه الجزاء لكن لا وجود لاي متابعه للاتفاق. وهنا التسديد ايضا لكن راحت لركله. هو الاسبوع الرابع ب 22 هدف، هل نشاهد اهداف كثيره في هذا الاسبوع؟ جهه اليمين البحث عن المرور لكن التغطيه ايضا موجوده في الاخير، كره تروح الى اقدام المدافع ايمان ويل، يلعبها ايمان ويل. حسين عيسى والعرضية، لكن العرضية سهلة في الأخير لكن أيضا تمر من يد حارس المرمى النظار. ترجع الكرة إيمان ويل، لكن إذا ما رجعنا أيضا للقاءات قلالي أيضا في الجولات الماضية خسر من نجمة في أيضا من زمن الشوط الثاني. بدران الان يلف على نفسه بشكل حلو، يتقدم مرور رائع وتسديده لكن راحت الكرة وضاعت كرة. حاول مراوغة لكن هناك كان لاعب موجود ايضا اللاعب سيد علي موسى، لو مررها له في جهة شمال ربما كان خط المقدمة. ترجع سيد علي موسى ينقلها عرضية لبعان عن طريق ايمان ويل، جمال فقير يلمها لكن التغطية موجودة عن طريق صلاح بصير، التغطية موجودة عن طريق اللاعب طالب بركات. بعدها سلمان حسن، ترجع الكرة مرة ثانية، محاولة الان من جانب الاتفاق في المنتصف البحث عن التمرير، تمريره خاطئه ايضا من جانب الاتفاق وفي الاخير الكره تروح. اعتقد بخروج اللاعب احمد ختال ودخول بالفعل بدخول جمال مرعي، بخروج جمال مرعي اللي يصيب في الدقائق الاولى وخسر تبديل اكيد المدرب. ايضا التغطيه موجوده عن طريق حماده، محاوله مرور، المرور من جمال فقير يحاول توقل ياخذ له مساحه يتقدم يبحث عن الثغره لكن التسديده والتسديده حتى بعيد. الشاهد جمال فقير المجهود لكن ايمان ويل كان له بالمرصاد وتسديده، لكن حماده اللي يعمل دوره الدفاعي راجع عبد الله حماده محاولين العرضيه لكن ايضا ايمان ويل موجود في المكان المناسب. ترجع الكره اكيد عن التمريره داخل منطقه جزاء جمال فقير لكن في الاخير سهله في الاتفاق في الدقائق الماضيه. محاول ايمان ويل يتركها يبعدها ايمان ويل بدوره توصل في المنتصف بصدره هيئها لكن هنا شاهد الكره بالفعل، وهنا بالفعل رفع القدم، وطبعا صاحب القرار يبقى هو حكم المباراه والخطا للاعب حسين ميرزا. هل يحطها صح وهيب يلعبها الان لكن الابعاد عن طريق ايمان ويل. مباراة بنتيجة سلبية، بنتيجة بدون أهداف، بدون هز الشباك، هل تستمر الدقائق العشرين المتبقية الأخيرة أيضا بنفس النتيجة أم هناك في تكون أحداث أخرى وأمور أخرى وتسجيل هدف على الأقل؟
مع بداية الشوط الثاني، لكن هنا الانطلاقة وهنا العرضية والكرة تروح إلى ركن ثانية. محاولة، وطبعا جعفر عصفور هو أحد لاعبي منتخبنا اللي شاركوا في كأس آسيا الأخيرة اللي قيمت هناك في أوزبكستان. كرة الآن طويلة، محاولة تهيئ الآن في جهة اليمين، محاولة استلام يتقدم في جهة اليمين، البحث على العرضية لكن في الأخير كرة تروح إلى ركلة مرمى. كرة ترجع في جهة اليمين، تمريرة الإبعاد عن طريق إيمانويل، ممكن كانت النتيجة أفضل لا الآن. الاتفاق يحاول الآن البحث عن كرة داخل منطقة الجزاء، إيمانويل رأسية يبعدها في المنطقة، السيد محمد طويلة ينقلها إيمانويل على الإبعاد، محاولة لغلمها لكن يمررها بالخطأ، ترجع الكرة، محاولة تمرير بالكعب تصل لبدران، محاولة مطالبة بالخطأ لزويد، اللعبة باتجاه اللاعب بدران، إيمانويل الأسمراني موجود معه، الأسمراني الآخر وعي كانت الحلول موجودة لكن هو لعب الكرة اللي باتجاه حارس المرمى تماما. إيمانويل ياخذ الكرة بكل ثقة، إيمانويل يداد الله، كرة طويلة محمد مدحت يبعدها، محاولة بدران يلمها يحاول فيها إيمانويل، الكرة ما زالت اتفاقية والمحاولة الخضراء